هناك نوعين لداء السكري، النوع الأول والنوع الثاني. الوغ النوع الاول معروف بلو ديابيت انسولينو ديبوندون، وهنا في جسم في المريض في الجسم تاعو عنده افرازات جد ضئيله للانسولين او افرازات منعدمه اكزاكتومون. دونك المريض تاعنا باش يكون مستوى السكر معدل في الجسم تاعو يلزم له عده جرعات من الانسولين تتراوح من 3 إلى 4 جرعات في اليوم. دونك المرض تاعنا لو كان يصوم ما حاش يقدر بدو زانجيكسيون تاع الانسولين يعدل السكر تاعو، ويعرض الجسم تاعو الاخطار. اولا البروبليم دو ليبر غليسيمي باسكو اون بو با جيري اكزاكتومون، ما نقدروش نجيريو السكر تاعو. ثانيا يقدر يكون هناك المشكل تاع ليبوغليسيمي انخفاض اكزاكتومون. سو سون دي نقدروا نقولوا بلي مرضى هما او ريسك دو كومبليكاسيون، فوالا يعني يقدروا يتعرضوا لكومبليكاسيون هادوما اكزاكتومون. وكاينه حاجه دونك المرضى هادوما نقدروا نقولوا بلي الصيام عندهم اللي ممنوع اللي انتيردي وبيان فريمون تري تري ديكونسيي. دونك نروحوا النوع الثاني. النوع الثاني سي لو ديابيت نون انسولينون ديبوندون، سيتادير ما يلزم لهمش الانسولين، حقولي الحقن الانسولين. الوغ هما سو سون دي مالاد اللي يلزم لهم حبوب، يتناولوا حبوب باش يعدلوا السكر تاعهم. وكذلك في بعض الحالات باغ اكزومبل ان ديابيت افونسي لا بوتيتر اون سول انجيكسيون دانسولين. فوالا دونك يقدر لهم يقدروا نو با تو لي مالاد. الوغ يا دي كونديسيون دونك الشروط هي باسكو يا دي سكور دو ستراتيفيكاسيون دي كومبليكاسيون. واش معناتها؟ اون فا ستراتيفي لو باسيون تاعنا، اسكو المريض تاعي عنده يقدر يصوم ولا لا؟ لا بدون خطورة أم لا؟ بدون خطورة أم لا؟ أولا سي باغابوغ السكر تاعو اسكن معدل ليموغلوبين غليكي. ليموغلوبين غليكي تعطينا فكرة عن السكر تاع المريض. اللي هو تحليل ثلاث أشهر. اكزاكتومون فوالا، ولازم تكون أقل من 7.5 أون جينيرال اللي عندهم نسبة السكر في ثلاث أشهر الأخيرة معتدلة نقدر نقول لهم صوموا.